استاذ داليا، نصايحك لو انا راجل عايز ابدا بزنس ليه علاقه بالفود اند بارج، تقولي لي 1 2 3 4 دي تبس اللي تاخد بالك منها في المنطقه بتاعت الماركتنج والبراند. يعني طيب اول حاجه لازم تبقى يعني تدرس السين عامل ازاي. يعني لو هنتكلم على الفود بلوجينج دلوقتي، هو في اكتر من 200 منصه وبلاتفورم، في ناس بيقدموا حاجات حقيقيه فعلا، وفي ناس يعني واخدينها هوايه او اللي عايز ياخدها بشكل احترافي ياتراكت براندز، لازم يبقى هو بيتعامل ان ده ماركتنج تول. انا دلوقتي يبقى مرتبط اسمي بحاجه معينه. يعني انا مثلا لما جيت نقيت البراند دريشس، ما كانش الهدف ان انا ابقى معروفه. يعني برضه في ناس دلوقتي بيبقى نمبر 1، انا عايز ابقى انا ناس فاميليار بيا في الشارع. لا، I created a brand. I need to create a brand عشان to attract another brand. طب لما جيت يعني اعمل البراند ده، درست الموضوع من ناحيه انه الكالر بتاعه، اللوجو بتاعه ازرق، when it comes to food and advertisement كمان الازرق يعني trust. فلازم تعمل براند الازرق كمان لون ديجيتال قوي، يعني اتس لينكد ان، اتس فيسبوك، اتس تراست. كمان لما تخش المستشفى بتلاقي لابسين ازرق، فمعناها تراست. اللون الازرق في الادفرتايزمنت مين تراست. فلازم يبقى اسمك مرتبط بحاجه، يعني او اللوجو اللي هتعمله يبقى حاجه. اتس نوت الفوكس عليا انا ككونتنت كريتر، بقى الفوكس على الصوره الذهنيه لما بتشوف البراند ده. فاول حاجه براند. تاني حاجه يبقى طبعا في تركيز على صورته في البراند اللي انت عايز تأتراكت. لو انا بتكلم مثلا على حاجه زي مثلا عايزه اتراكت براند مثلا زي براند زي زبده زي زيت وكده، لازم ابقى انا عامل حاجه اتجاه ريليفنت لده. تالت حاجه هعيدها تاني هي بي بوتنت. You should be like yourself. Don't copy anyone. ممكن تاخد افكار بس التقليد والكوبينج ده ما بينجحش اي بلاتفورم. واخر حاجه be yourself. يعني part of being yourself غير authenticity بقى. Be yourself, be your own self. Be the same person with your friends, with your colleagues, with your workers. You're the same person on the platform.